دلوقتي نورهان كانت بتسأل عن حكم المايكرو بليدنج، وبتقول بيلونوا بيه الحواجب اللي تبقى ضعيفة، فبتقول يجوز استعماله ولا لا. فالحقيقة انه اللي عليه الفتوى انه الامر ده جائز، لانه ده ليس من الوشم المحرم، لان الوشم هو الذي لا يزول، انما هذه التقنيات بتزول بعد فترة زي ما اشارت. ولما سألت نورهان، الست ام عمر بتبيع، هي الاول قالت بتبيع بالقسط، المعاملة دي ست ام عمر مش بيع بالقسط خالص، لكن لو كان الامر زي ما حضرتك ذكرت كده في السؤال ده مش بيع قسط، دي شبهة كبيرة. لو كان الأمر كما جاء وحضرتك قصيتي علينا في السؤال فده في شبهة كبيرة، ولابد أن حضرتك يعني تتحرري من هذه المعاملة. وإن كان لابد فممكن حضرتك تاخدي الفلوس وتشتري أنت الحاجة وترجعي تبيعيها مقسطة لأختك أو للي عايز، فتبقي وسيط. إذا توسطت السلعة فلا ربا، هعمل إيه؟ إنما أخد فلوس، ده كده مال مقابل مال، فده شبهة كبيرة. فانا اخد الفلوس وهشتري انا الحاجه وابيعها بالقسط ويكون هي دي الصوره المظبوطه، لكن انت وصاحبه اللي بتدير العمل الصوره كده ده مال مقابل مال وليست هذه صوره التقسيط.